ايوه شوفوا التحول يا رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا مقطع جديد من لعبة الانمي جامب فورس. قبل ما ابدأ الله يعطيكم العافية اتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك للمقطع وتساعدوني في نشر المقطع، الله يسعدكم. وخلونا نبدأ. زي ما تشوفون هذه هي اللعبة، حاليا ما في احد. تقدر تلعب معركة عبر الانترنت بس تحتاج بلس، وتقدر تلعب اوفلاين ضد الكمبيوتر. فراح نلعب ضد الكمبيوتر، راح اوريكم. يعني هنا تقدر تختار الجولات، تبغى كم، 5 جولات مثلا، ما فيه وقت. قوة الكمبيوتر تبغى كم، صعوبة يعني نخليه على 6 ونشوف. زي ما انتم شايفين هذه الشخصيات اللي موجودة في اللعبة حاليا. عندنا جوكو من دراغون بول، عندنا فيجيتا من انمي دراغون بول، عندنا ترانكس، عندنا فريزا، عندنا بيكلو، عندنا سيل من انمي ون بيس، لوفي، عندنا زورو، سانجي، تيتش، عندنا هذه بوكا هانكوك، سابو من انمي ناروتو، عندنا ناروتو، ساسكي، كاغيا، غارا، كاكاشي، بوروتو. يعني اللعبة حلوة. شوف عندكم هذه الشخصيات كلها من انميات مختلفة. عندنا هنا كوروساكي، اتشيغو، ايزن. حاليا انا بختار 3 شخصيات، تمام؟ المقطع الجاي باذن الله راح يكون نفس اللعبة. اختاروا لي يعني تركيبة شخصيات، يعني مثلا اختار هيسوكا مثلا مع جوترو زي كذا، مثلا مع يوغي. نصلح لنا يعني تركيبة انمي او تركيبة شخصيات من عدة انميات. اكتبوا لي في الكومنت، خلينا نشوف التشكيلة اللي تبغوني اجربها. حاليا انا بختار جوترو، شخصيتي المفضلة من انمي جوجو بازار او مغامرات جوجو العجيبة يعني بالعربي. عندنا يوغي، يوغي فخم. عندنا من انمي ساموراي اكس كنشن. أبختار جوكو، وبختار آيزن. الله تركيبة فخمة. أيوة جوترو. أيوة هلا والله جوترو. هذا شخصية أنا مسويها في نفس الجيم لما ألعب أونلاين وكذا، أنا سويت الشخصية هذه. أوكي تعال. إيه هذا جوترو يا حبيب. سلام يا جوترو. إيه لكم إيه. تعال ستاند وبوا. تعال ارجع. ستار بلاس بعطيها. لا تعال. لا. إيه فيك خير. تعال. إيه شوف الكومبو اللي صلحته، كومبو جوترو مع سون جوكو. تعال امشي يا شيخ، امشي. تعالي لكمها يا جوترو. عطها. يلا سري هنا الملك. خلونا نشوف حركة جوكو. قنبلة الطاقة. ايه جلد رقيح، جلدها عطها. ياب كايوكن. ايه والله لا ربيها لك. امشي يا طفلة امشي. هذا وقت ايزن سوسكي. جانك ني ويوا. تعالي هذا اللي انا ابغاه. تعالي ايوه تعالي هنا جون فريكس. ايوه شوفوا التحول يا رجال. التحول هذا اللي جون دعس بيتو فيه. ايوه هذا اقوى تحول عند جون.
اوكي خذي هذه واحدة على اذنك. ايوه ناروكامي يلا امشي امشي. تعال 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 تعال. ايوه جبتك. تعال تعال يا هيسوك. اي هذه اللي كنت ابغى اسويها الحركة ما كنت شفتها. اح والله رمخنا. تعال 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 والله لاجيبك. تعال ايه السع يا زلدك. ايه عطى عطى. ايه صلي عليه. نعيدها خليه يجي نعيدها. تعال 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 تعال. زي ما انتم شايفين هذه الشخصيات عندنا. اختاروا اي شخصية كذا عشان اصلح لكم تركيبة. يعني مثلا تختارون تيتش من ون بيس مع جارا من ناروتو، مثلا مع ايزن من انمي بليتش. فهذه الشخصيات عندكم اختاروا كذا ثلاث شخصيات نصلح تركيبة كذا كويسة ونجربها نشوف الحركات القوية وكذا. وان شاء الله انكم استمتعتوا في المقطع. الله يعطيكم العافية. اتمنى تدعموني باللايك والاشتراك وكتابة الكومنت. وعندي قناة في التليجرام، اتمنى انكم تدخلون القناة، واي مقطع ينزل في القناة راح يكون متواجد في قناتي في التليجرام. الله يعطيكم العافية وان شاء الله انكم استمتعتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.